مفترشين النهاردة ومستعدين استعداد يعني كير عالي؟ احنا متوقعين يحصل اي مشاكل، فاحنا بنحب نأمن الثورة ونحب نأمن الميدان لان احنا مش عايزين مشاكل. هذا الميدان يبقى هادي وثورة نظيفة. اللي في ناس احنا شايفين اللي في ناس بتحاول تسيء الى الثورة وبتقلب الناس على بعض. لكن انا شايف الاجواء عادية الحمد لله. نحاول نرجع روح التحرير الاولى. روح التحرير الاولى الناس كانت بتبقى عايزه تطبطب على بعض، عايزه تاخد بعض بالحب. دلوقتي بحس ان في ناس يعني متنمره على بعض. يعني ليه التحفز ده؟ هو احنا لازم يبقى زيك يا ابقى ضدك؟ ما ينفعش نبقى مختلفين في الراي وفي نفس الوقت